السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو نتكلم عن قسم الفلفل، زراعة الفلفل على الزراعة المائية. لاحظ مدى كثافة الإنتاج، نسأل الله البركة في الشتلات. لاحظوا أيضا في الخلف، اللهم بارك، وأيضا يوجد كثافة في الأزهار حتى الآن. نسأل الله البركة من فضله. مدى طول الشجرة حتى الآن، شجرة الفول تزيد عن المتر. نلاحظ كثافة الإنتاج والإزهار. اللهم بارك. بالنسبة للوسط، استخدم وسط البيرلايت، وتم عمل طبقة في الأعلى من الحجر البركاني حتى لا يكون هناك تواجد للطحالب. بالنسبة للخلطة أو الخلطة المائية، المحاليل، أستخدم محلول خلطة يارا، والتركيز الأملاح من 1200 إلى 1500 تقريبا. وكما تشاهدون الآن مدى نجاح نجاح الفلفل كما تلاحظون في هذا الفيديو. نظرة من الأعلى ومدى صحة الأشجار والشتلات كما تشاهدون الآن، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، نسأل الله البركة من فضله.